نشر الفنان تامر حسني في فيديو يجمعه بالفطور مصطفى قمر عبر حسابه على انستغرام، وظهر الأول وهو يقدم طريقة غناء الثاني. وكتب تامر تعقيبا على الفيديو: القمر اللي بوحده وراه الحفلات من زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض. لا تنسوا الاشتراك في القناة. بس خايف صح ولا يجي يوم وتلوم علي ليه قلبك ليه ذنب قلبي ايه وامان يلا سوي طول